جور. ومفاجآت غريبة. المونديال ده زي ما بتقال كده مونديال المفاجآت فعلا عن جدارة، يعني غير روسيا غير اللي قبل كده، لا في حاجة مش مظبوطة، أو في حاجة على فكرة هي مش مظبوطة أو مش متوقعة بس بشكل إيجابي. بالظبط. لأن أنت لما تيجي بقى تبص كده تقول منتخبات قوية جدا وهتنافس وهتتأهل، تلاقي إن هي خرجت أصلا ما تأهلتش، منتخبات تانية كانت بعيدة كل البعد، وبعدين أفريقيا متألقة جدا، وبعد كده الحمد لله عندنا منتخباتنا العربيه قدرت تفوز على منتخبات تقيله جدا، شفناها يمكن تونس وفرنسا مؤخرا. طيب ايه اللي بيحصل؟ يعني بتفسري ده بالبدايه كده او بدايه بايه؟ اولا زي ما انت قلتي انا هو انت كده، هو مونديال مثير بشكل ايجابي، مفيش ماتش متوقع، مفيش نتيجه مباراه متوقعه. ممكن مباراه زي مباراه تونس وفرنسا، احنا كنا شايفين اصلا ان مباراه فرنسا هتبقى هي الاصعب بالنسبه لتونس، وترتيب المباريات بتاعها كان الافضل ليها ان هي صحيح. تقابل فرنسا في الاخر، بس سبحان الله هي كسبت فرنسا في اخر مباراه، لكن للاسف هي تعثرت في المباراه اللي في النص بتاعت مباراه، كانت مباراه استراليا. وكنا وقفنا معاكي في الكلام عن تفصيله المفاجآت اللي حصلت في دور المجموعات، وان الفرق اللي غير متوقع صعودها هي اللي صعدت، وكتير من المنتخبات القويه. وبالمناسبه ده برضو ممكن يكون يعني سؤال لحضرتك، فكره ان في منتخبات مخضرمه وليها تواجد شبه دائم في كل نسخه من المونديال، حد زي منتخب البرازيل، حد زي منتخب فرنسا، هل نقدر نقول ان يعني ان هم كانوا بيلعبوا في دور المجموعات بشيء من الهدوء النسبي، بيوفروا الامكانيات بتاعتهم ويوفروا مجهوداتهم للادوار الثانيه، الادوار الاقصائيه، ولا ما بيحصلش كده في كاس العالم؟ لا ده صعب جدا يا كريم ان ده ان يكون ده التفكير بتاع المنتخبات سواء كبيره سواء صغيره، لانه انا في مرحله المجموعات انا المفروض ان انا بجمع نقط. افرض انا مثلا ما بداتش بشكل قوي او ما بداتش بشكل جيد، ما قدرتش اجمع نقط من اول مباراه، لان هم 3 مباريات كل منتخب بيلعب 3 مباريات في المجموعات، فانا لو ما قدرتش اجمع نقط من اول مباراه هلعبها، فانا كده يعني هحط نفسي في موقف، بالظبط هحط نفسي في موقف حرج واقعد اعمل حسابات بقى، ولو النقط تساوت مع منتخب اخر زي ما حصل في واقعه الارجنتين. الارجنتين ما كانتش بادئه، او خلينا نقول انه المنتخب السعودي كان واخد المباراه بشكل جيد اكثر من المنتخب الارجنتيني، على الرغم ان الارجنتين هي اللي تقدمت بالاهداف في المباراه، لكن هو قدر ان هو يرجع في الشوط الثاني يتعادل ويسجل كمان هدف الفوز، وده خلى الارجنتين في وضع احنا بقينا بنحسب بالظبط كده، بقينا بنحسب حسابات، طب الارجنتين هتطلع ولا لا، طب هل هنلاقيها هتخرج من الـ من الـ من المجموعات، فبالظبط فكان هيبقى اقصاء تاريخي يعني. فصعب جدا ان منتخبات كبيره، وحتى برضو زي ما قلنا منتخبات ملهاش خبرات كبيره في كاس العالم، ان هي تكون داخله مباريات المجموعات بهدوء. لا بالعكس، احنا شفنا فرنسا، شفنا البرازيل، شفنا البرتغال، جمعوا 6 نقط من اول ماتشين وخلاص ضمنوا التاهل. كون بقى ان هم جم في مباراه الجوله الثالثه والاخيره، هم اوريدي كانوا حسموا تاهل، كان هيفرق معاهم بس صداره المجموعه من عدمها. الثلاثه لعبوا تقريبا لعبوا بالصف الثاني، ومفيش ولا منتخب قدر انه يحقق العلامه الكامله في دور المجموعات، الثلاثه خسروا.